أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا علمنا أن أفعال الله جل وعلا كلها بحكمة، فهل المشروع لنا التكلف والبحث عن حكمة الشرائع وأسرار الكون؟ وهل هذا يعد من العلم الشرعي؟ نعم، طيب، هذا التعرف على الحكمة طيب، إن قدرنا الحمد لله، وما قدرنا نتوقف، نؤمن بأن الله جل وعلا حكيم. ما هو معناه إذا لم ندرك الحكمة أن ما في حكمة؟ في حكمة، لكن نحن لا نعلمها. نعم، وهناك حكم نص الله عليها، هناك حكم نص الله عليها. والأصوليون يقولون العلل على قسمين: علل منصوصة وعلل مستنبطة، وعلل ليست منصوصة ولا مستنبطة، وإنما هي تعبدية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لكن نحن نؤمن ونقطع بأن الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة، سواء عرفناها أو لم نعرفها.